عشان نبتدي بقى نحسب الكلام ده بشكل يعني يعتبر مفيد، او يعتبر في الاخر نقدر ان احنا نطلع منه حاجه تبقى في الاخر نقدر نستغلها انها تبقى جنرال. هنفترض حاجتين، او مش هنفترض حاجتين، يعني في حاجات اساسيات كده لازم نبقى حاطينها في اعتبارنا ونعتبر ان دي حقائق ونبني عليها بعد كده الديريفيشن بتاعنا. اول حاجه هي if an isolated system is found with equal probability in each one of its accessible microstates, it is in equilibrium. Okay? Well, converse is also true. يعني لو انا دلوقتي لقيت السيستم بتاعي ده كل المايكرو ستيتس بتاعته accessible وكلها لها نفس البروبابيلتي، ممكن اي واحده من المولكيولز موجوده يبقى موجود في اي واحده فيهم بنفس البروبابيلتي، يبقى معنى كده ان السيستم ده at equilibrium. Okay? الconverse is true معناها ان انا دلوقتي لو انا السيستم بتاعي at equilibrium يبقى لازم الشرط ده يبقى موجود فيه، لازم يبقى هو كل المايكرو ستيتس بتاعته accessible بنفس البروبابيلتي لكل واحده من المولكيولز الموجوده. السكند بوستوليت if it is not in equilibrium، لو في عندي سيستم ما وصلش لسه للإكوليبريم، هتفضل يعني يفضل السيستم بتاعي ده يتند ان هو يتغير مع الوقت لغايه لما يوصل للإكوليبريم. والإكوليبريم زي ما كنا قلنا من شويه the most random most probable state. اوكي، معناه ان هو انه في الاخر خالص لما بوصل للإكوليبريم ده هو الموست بروبابل ستيت. يعني احنا كنا بنبص على الديستريبيوشن بتاعت الباينوميال ديستريبيوشن مثلا، لان في بيك في النص كده، دي الموست بروبابل، ده المفروض يكون الاكوليبريم بوزيشن بتاعي. اوكي، وموست راندم معناها ان كل البارتكلز بتاعتي بتتحرك بحريه كامله، مفيش اي قيود عليها خالص، يعني مفيش عندي اي كونسترينت على اي واحده من البارتكلز او اي واحده من المولكيولز الموجوده في السيستم انها تبقى في مكان معين او في مكان تاني. نتكلم بقى على الثيرمال اكوليبريم، هنتكلم على موديل محدد عشان نبتدي نتكلم عليه بقى نطلع له الايكويشنز بتاعته. هنتكلم على ايديالايزيشن، ان احنا هناخد سيستم ما بيعملش اي انتراكشن مع السراوندنجز بتاعته، هنتخيل ان حواليه دبل لايند وول اللي هو البوكس اللي هو بخطين دوت، اللي هو بنتكلم على ادياباتيك وولز. اوكي، وهنتخيل ان هو ان كونتاكت مع سيستم تاني، هما الاثنين جوه الادياباتيك وول ده. اوكي، هما الاثنين يقدروا يعملوا اكستشينج الانرجي مع بعض، بس هما الاثنين ما يقدروش يعملوا اي اكستشينج اوف انرجي مع الاوتسايد وورلد، مع اي حاجه تانية براهم. اوكي، طبعا يعني كون يبقى في عندي تو سيستمز مفصولين على العالم كله، ده ممكن يبقى شكله حاجه ما هياش براكتيكال، ما لهاش ابلكيشنز، بس اكشوالي احنا ممكن نتخيل ان احنا واحده من السيستمز دي هي السيستم اللي احنا انترستد فيه، والسيستم التاني هو اليونيفرس، هو بقيه الدنيا اللي موجوده في حواليه. ففعليا ممكن برضو السيستم البسيط ده يعبر لنا عن حاجه ممكن يبقى لها براكتيكال ابلكيشن. السيستم ده زي ما احنا شايفين كده هيبقى عبارة عن two partitions، البارتيشن الاولاني اللي هو A، البارتيشن الثاني اللي هو A داش. الاولاني في عدد من particles N capital N والvolume بتاعه V والenergy بتاعته U والtotal number of microstates الموجودة فيه عبارة عن capital omega. الثاني N داش V داش U داش sigma داش او omega داش. لو احنا بنتكلم على التوتال سيستم، توتال سيستم ايه ده؟ ايه ستار اللي هو عباره عن مجموع الاثنين دول مع بعض، هما الاثنين مع بعض. طبعا نتيجه لان المجموعه التوتال سيستم اللي هو الكلي اللي هو بتاع الاثنين دول يعني محاط بادياباتيك وولز، اتوقع الانرجي بتاعته ما تتغيرش. والتوتال انرجي زي ما احنا كنا شفنا من الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس هيبقى عباره عن الانرجي الاولانيه زي الانرجي الثانيه. طبعا لو عندي هنا number of particles n وهنا n داش، يبقى total number of particles هو عبارة عن n plus n داش. ال two systems دول can exchange heat، يعني هما الاثنين يقدروا يعني يتبادلوا الحرارة اللي موجودة عندهم. اوكي، يعني ال energy بتاعتهم u و u داش دول ممكن يتغيروا، بس ال particles نفسها ما تقدرش تعديها. يعني تخيل ان في partitions بينهم هنا كده، partition ده ما يسمحش ان ال n دي تتغير ولا ال n داش دي تتغير. اوكي، فيعني بيسكلي هو يعني ما يقدرش نعمل ورك، ما يقدرش نعمل اكسشينج اوف بارتيكلز، بس نقدر نعمل اكسشينج اوف هيت. طيب لو احنا دلوقتي بنبص على النمبر اوف مايكرو ستيتس الموجوده عندي في السيستم هنا، النمبر اوف مايكرو ستيتس هيساوي كام؟ انا عندي هنا سيجما او اوميجا وهنا اوميجا داش. طب هل هتبقى اوميجا بلس اوميجا داش؟ اكشوالي لا، لان احنا بنتكلم على كل الكومبينيشنز الموجوده بتاعت كل الايه؟ كل البارتكلز الموجوده. فمعنى كده لو في عندي هنا 3 وفي عندي هنا 2، يبقى معنى كده التوتال لازم يساوي 2 في 3، مش بيساوي 2 زائد 3. اوكي؟ لان عندي هنا اكني بعمل يعني بشوف مثلا فرضا بتكلم على
اكني عندي باينري نمبرز، عندي هنا 2 باينري بيتس مثلا، واحد واحد اوكي، يعني 2 بيتس، وهنا 2 بيتس كويس، اكني بحط ال 2 بيتس وال 2 بيتس دول في 4 بيتس اوكي، والاربعه بيتس دول في الاخر هم دول بيعبروني على السيستم الكلي. يعني معنى كده لازم يكون نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي هي الاوميجا ستار تساوي نمبر اوف مايكرو ستيتس في السيستم ناحيه الشمال اللي هو سيستم اي، مضروبه في النمبر اوف مايكرو ستيتس الموجوده في السيستم اي داش. البروبابيلتي بتاعت المايكرو ستيتس بقى عباره عن الاوميجا ستار اوف انرجي معينه على الاوميجا ستار توتال اوكي، عشان اعرف الايه النمبر اوف مايكرو ستيتس ده بيساوي كام. وطبعا الاوميجا ستار توتال هو عباره عن يعني كل البوسيبل كومبينيشنز بتاعت الايه اوميجا ستار عند كل الانرجيز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ممكن افترض ان اليو هنا هتبقى مثلا بقيمه معينه او بقيمه ثانيه او بقيمه ثالثه او بقيمه رابعه، هجرب كل الكومبينيشنز الممكنه من اليو واشوف كل واحده فيهم عندها السيجما الاوميجا بتساوي كام والاوميجا داش بتساوي كام، واحسب منها اوميجا ستار بتساوي كام، وفي الاخر احسب المجموع، يبقى ده التوتال نمبر اوف مايكرو ستيتس افيلبل بالنسبه للسيستم بتاعي. عشان نفهم ده اكتر شويه، عشان ممكن الكلام ده ثيوريتيكال شويه زياده ما نتخيلوش، هتخيل سيستم اوف تو بارتكلز بس اوكي، والسيستم اوف تو بارتكلز ده يعني موجودين، هما التو بارتكلز موجودين في ايه، وتو بارتكلز تو بارتكلز موجود في ايه داش اوكي، زي ما احنا شايفين بارتكل هنا، تو بارتكلز هنا، وتو بارتكلز هنا. لو تخيلت ان التوتال انرجي بتاعت السيستم بتاعي اللي هي يو ستار بتساوي 10 يو، وتخيلت ان انا عندي ان 10 يو دي مش بنقدر ناخد منها اي كميه، لا احنا بناخد على انرجي ليفلز محدده، بتبقى انتجر نمبرز اوف يو، انتجر مالتيبلز اوف يو، يعني ممكن تبقى 1 يو 2 يو 3 يو وهكذا، ما ينفعش يبقى عندنا ايه، ما ينفعش يبقى في عندنا 1.5 يو، ما ينفعش يبقى في عندنا 2.25 يو. طيب لو احنا دلوقتي خدنا اليو اللي هي بتاعت ناحيه الشمال بتاعت سيستم ايه بتساوي 2 يو اوكي، يبقى معنى كده يو داش هتساوي كام؟ هتساوي يو ستار ماينس يو هتساوي 8 يو. طب ايه بقى البوسيبل كومبينيشنز اللي ممكن تبقى موجوده عندي في الايه بالنسبه للتو بارتكلز الموجودين عندي في السيستم بتاعي؟ انا ما عنديش غير كومبينيشن واحده بس، نتيجه ان كل واحد بياخد 1 يو او 2 يو او 3 يو. لو انا عندي 2 بارتكلز وعندي الانرجي توتال 2 يو، يبقى ما عنديش اي حل غير ان البارتكل الاولاني يبقى الانرجي بتاعته 1 يو والثاني 1 يو، ما فيش اي كومبينيشنز خالص. انما بالنسبه لاي داش بقى، لا ده انا عندي مجموعه اكبر، يعني ممكن يبقى في عندي الاولاني 1 يو والثاني 7 يو طالما التوتال بتاعهم 8، او ممكن يبقى 2 و6، او ممكن يبقى 3 و5، او ممكن 4 و4، او ممكن 5 و3، او 6 و2، او 7 و1. المجموع بتاع دول كلهم كام؟ المجموع بتاع دول كلهم بيبقى حوالي 7 اوكي. يبقى معنى كده ان انا عندي هنا نمبر اوف مايكرو ستيتس في سيستم اي بتساوي 1، والنمبر اوف ستيتس في سيستم 2 بتساوي 7، يبقى التوتال نمبر بتاع المايكرو ستيتس اللي موجوده عندي يو بتساوي 2 يو بتساوي 7. طبعا حد ممكن يسال، احنا ابتدينا ليه بيو بتساوي 2 يو، ما ابتديناش يو بتساوي 1 يو ليه؟ لان احنا بيسكلي عندنا 2 بارتكلز، فما ينفعش يبقى في عندي توتال انرجي بتاع السيستم فيه 2 بارتكلز بتساوي 1 يو، لان معنى كده احنا قلنا ان الانرجي بتاعتي يا اما تبقى 1 يا 2 يا 3 يو يعني، وهكذا. ما ينفعش يبقى في عندي 0 يو، ما ينفعش يبقى في عندي بارتكلز مالوش انرجي خالص، ما ينفعش. فمعنى كده ان المينيمم بتاعي هو 2 يو اوكي. فاحنا دلوقتي حسبناها في الحاله بتاعت لما عندنا اليو بتساوي 2 يو. طب خلينا نبص على بقيه الحالات. لو احنا خدنا 2 يو هي الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اوكي، هلاقي عندي التوتال بتاعي سيجما داش بتساوي 7. لو عندي 3 يو هنا يبقى عندي 2 بقى. 2 بقى ليه؟ لان عندي 2 بارتكلز، ممكن الاولاني ياخد 1 والتاني 2، او ممكن التاني ياخد الاولاني ياخد 2 والتاني ياخد 1، ففي عندي 2 كومبينيشنز اوكي. هنا بقى هيبقى عندي طبعا طالما في عندي 7 يو هيبقى في عندي عدد اقل شويه، عاده العدد ده بيبقى عباره عن العدد ده ناقص 1 اوكي، ونفس الكلام بالنسبه لهنا. فلا هنا الكلام ده كله ماشي 1 2 3 4 5 6 7، وهنا نفس الكلام. هحسب لكل واحد فيهم السيجما ستار ات يو بتساوي كام، يعني احنا هنا ده الارقام اللي موجوده هنا دي عباره عن سيجما ستار اوف يو اوكي. السميشن بتاع سيجما ستار اوف يو اللي هو السيجما ستار توتال هو عباره عن كل البوسيبل كومبينيشنز او كل البوسيبل مايكرو ستيتس اللي موجوده مسموحه للسيستم بتاعي اوكي. فمعنى كده ال 84 دي عباره عن التوتال اللي انا بعد كده لو عايز احسب مثلا probability of مثلا 4 يو اوكي، يبقى معنى كده ممكن اخد الرقم دوت ال 15 ده اقسمه على ال 84 عشان اطلع probability of 4 يو بتساوي كام. طيب لو احنا بنتكلم على الثيرمال ايكوليبريم بقى، نبتدي بقى ندرايف الكلام ده فيرذر. هو الموست بروبابل فاليو اوف يو
that has maximum p of u، يعني المفروض ان هي تبقى يعني most probable المفروض ان هي تبقى الماكسيمم p. احنا كنا شفنا الكيرف اللي احنا كنا رسمناها بتاع binomial distribution، كان دايما الموست probable state كانت هي اللي تبقى لها البيك بتاعت بتاعت الكيرف. فانا لو انا خدت ال p of u بتاعتي اوكي وعملت لها derivative with respect to u وسويتها بالصفر عشان اجيب الماكسيمم، هطلع equation تقول لي الايه، تقول لي الثيرمال equilibrium ده المفروض يتحقق فين. اوكي فلو احنا خدنا p of u، p of u بتساوي كام؟ p of u بتساوي سيجما ستار اوف يو على سيجما ستار توتال. لو احنا شفناها لما كنا بنتكلم على الكيرف اللي كان موجود عندنا او الارقام موجوده عندنا في التيبل، هي عباره عن دي اللي هي الرقم اللي عند اليو بتاعتي اللي بتكلم عليها عند 2 يو او 3 يو او 4 يو وهكذا، ودي اللي هي سيجما ستار توتال اللي هي عباره عن ال 84 اللي شفناها من شويه. اوكي فطبعا دي تبقى كونستانت، فمعنى كده ممكن تطلع بره الديريفيتيف، فمعنى كده ان ايه باخد الديريفيتيف بتاع ايه سيجما ستار او اوميجا ستار اوف يو. اوكي فاحنا فاكرين ان احنا عندنا اوميجا ستار هي عباره عن اوميجا تايمز اوميجا داش. اوكي فمعنى كده احنا بنتكلم على اوميجا ستار اوف يو بتساوي اوميجا اوف يو دوت اوميجا ستار اوميجا داش اوف يو داش يو ستار ناقص يو، يعني هي الانرجي اللي فاضله. يعني احنا لو احنا فاكرين كان في عندنا السيستم الاولاني بيبقى 2 يو، يبقى الثاني يبقى 8 يو عشان المجموع بتاعهم عباره عن يو ستار دي كانت 10 يو. اوكي فلو احنا خدناها بالشكل ده كده وعوضنا بقى هنا في الايكويشن بتاعتنا نفس الايكويشن الموجوده هنا فوق دي كده، هنلاقي عندنا الكلام ده هيطلع بالشكل ده كده. لو احنا عملنا ديفرنشيشن بقى للمالتيبيكيشن بتاع الاثنين دول مع بعض، طبعا بنعمل ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو يو، فهي موجوده هنا وموجوده هنا، هلاقي الايكويشن دي هتتحقق لي. اوكي هلاقي عندي هنا ان في عندي اوميجا واوميجا داش موجودين بره، ودول يمكن يساوي صفر. اوكي مضروبين في الفاكتور اللي جوه ده، وده بقى اللي ممكن يساوي صفر عشان يبقى فيه ايه، يبقى فيه ماكسيمم، يبقى يحصل الايكوليبريم بتاعنا. فده الكونديشن بتاع الايكوليبريم، يبقى واحد على اوميجا دي اوميجا باي دي يو ماينس واحد على اوميجا داش دي اوميجا داش باي دي يو داش. ده الفاكتور ده كده او الشكل اللي عندنا هنا ده كده، ده لازم يساوي صفر عند الاكوليبريم، ده الكونديشن بتاع الاكوليبريم بتاعنا. خلينا ديفاين كوانتيتيز تاو تاو داش. هسمي الحاجه اللي احنا لقيناها في الـ في الفورميلا بتاعه الديفرنشيشن دي، هسمي دي كلها على بعضيها 1 اوفر تاو، وهسمي الحاجه الثانيه دي 1 اوفر تاو داش. اوكي ات ايكوليبريم احنا لقينا ان تاو بتساوي تاو داش. اوكي الناس لقت بقى في التجارب بتاعتها ان تاو دي اكشوال ريليتد للتمبرتشر بالشكل ده كده، ان هي بتساوي كي بي في تي، وكي بي دي اللي هي البولتسمان كونستانت. اوكي اللي هي 1.38 في 10 اس ناقص 23، ده واحد من الكونستانتس الاساسيه اللي موجوده في الفيزيكس. فمعنى كده ان احنا لقينا في يعني فعلا علاقه مباشره بين الحاجه اللي بتحصل عندنا اللي هي الاكسبيرمنت بتحصل عندنا دي، وحاجات موجوده ريليتد مثلا للجلوبال بارامترز او لماكروسكوبيك بروبرتيز زي التمبرتشر.